هل يؤخذ من قول الإمام رحمه الله ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب أنه لا يكفر تارك الصلاة مثلا؟ أنا ما أعرف للشيخ رحمه الله كلام في تارك الصلاة، لكن تارك الصلاة إن كان متعمدا هذا كافر بالإجماع، أما إن كان متكاسلا هذا محل خلاف، هو يكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فلا بد أنه يكفر، لكن هل هو الكفر الأكبر مخرج من الملة أو هو الكفر الأصغر؟ ولا هو كفر بلا شك، الجمهور على أنه كفر أصغر، على أنه كفر أصغر لا يخرج من الملة، والمحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية والإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد قبل الإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام بن تيمية ومن أخذ برأيهم يرى أنه كفر أكبر مخرج من الملة، لأن الفرق إذا قال الرسول هذا كفر بالتنكير فهو أصغر، أما إذا قال هذا هو الكفر بالألف واللام معرف فهذا يحمل على الأكبر بين العبد وبين الكفر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا ليس الكفر الأكبر لأنه منكر، فهو من الكفر الأصغر. نعم.